السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدي الأكارم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. لقاء جديد على الهواء مباشرة عبر فضائية الشروق، نلتقيكم وبرنامج خليك في البيت. نقدر نعتبر أنه غرفة للكورونا، فيها كل المستجدات، الأرقام الجديدة، كل ما يتعلق بها من النواحي الاجتماعية والوقائية، وأيضا كافة المجالات المختلفة اللي بترتبط بالاجتماعيات والسلوكيات وكيفية الوقاية أيضا. برحب بكم من جديد، ويعني ختمنا حلقتنا بالأمس بعدد 778 حالة إصابة بالكورونا، منهم 45 وفاة، ربنا يرحمنا إن شاء الله، والمتعافين تقريبا 70 حالة كما ورد في تقرير وزارة الصحة الاتحادية. المتعافين هم 70 حالة. يعني من الأمس نحن في انتظار تقرير الجديد عشان نكون في الصورة ونعرف نحن لوين ممكن نكون متجهين. يعني عدد 100 حالة إصابة بالكورونا في يوم واحد رقم كبير. ناس كثير يمكن خافت، وناس كثيرة بدأت تراجع نفسها. يعني يمكن بالأمس الشوارع شبه خالية، يعني كثير من حتى المحلات اللي كان نوعا ما مفتوحة ومفتوحة نص بنلقاها هي مغلقة كانت بالأمس أو نهار الأمس، اللي هو كان يوم الثلاثاء. الحالات الجديدة كانت 100، ده في تقرير الأمس اللي هو ليوم الاثنين. العدد الكلي 778 حالة. عدد الولايات 14 ولاية بنلقاها دخلت في دائرة أو جائحة الكورونا. يعني مسألة الشفاء ومسألة التعافي مسألة ممكن تكون بتخضع لكثير من المعايير، عندها علاقة بالحياة الصحية، النظام الغذائي بالنسبة لك، عمرك بتتريض أو لا، حياتك فيها كسل ولا نشاط. نبدأ كلنا نراجع نفسنا. يعني كان عندنا استضافة عبر الهاتف للكابتن محمد عطا، وأدانا نصايح مهمة جدا في أنه أنت حتى لو ما مصاب أو مصاب عندك طريقة أنت ممكن تحاول تقوي بها جهازك المناعي. يعني ممكن نلقى أنه عندنا شخصين، واحد جاءوا مرض مثلا لو قلنا ملاريا، والثاني أيضا برضو جاءته الملاريا، بنلقى أنه واحد عايش حياته طبيعي بياخد علاجات ومتحرك، والثاني راقد في السرير وتعبان. الفرق شنو بينهم الاثنين؟ انه الاول حياته كانت صحيه، يعني ستايل حياته عموما اذا كانت حركه، رياضه، مشي، اكل وغيره، والثاني تعب من المرض ده، بنلقى انه محتاج وقفه مع نفسه ويراجع نفسه وطريقه حياته. حتى الناس اللي بتسجر، الناس اللي بتشيش، برضو مقاومتهم للمرض ممكن تكون هي ضعيفة، بيضعفوا في جهازهم المناعي وبيستقبلوا في المرض بترحاب. يعني الناس دي الأمراض المزمنة، سكري والضغط والكلى وناس الأنيميا وغير من الأمراض اللي بيشيروا لها علاجات شهرية ودائما نسميها الأمراض المزمنة، هم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض الكورونا. وحتى بعد إصابتهم تعافيهم محتاج لمجهود كبير، لانه اصلا هم ما في علاج ممكن ياخذوه يلتزموا به، هو البنادول والدريبات في مرحله ثانيه، والاكسجين اذا كان في مشكله في التنفس او الاصابه كانت بالرئه. الفيروس طبعا بيجيك داخل، بيدخل لك، بيختار المكان بعد كده اللي هو عايزه، الرئه، القلب، الكلى، بيدخل في اي مكان انت، وزي ما قلت في بدايه الحديث انت ومقاومتك. عندك تمارين بسيطه جدا ممكن تتحرك بها، يعني الموضوع ما موضوع ترفيه أو موضوع لناس ممكن يكونوا فاضيين أو برجوازيين أو غيره، لا، ده سيستم أنت بتاع حياتك مفروض يكون بالطريقة دي. قاعد عندك بيتك ضيق، تقعد لك تاخد في ركن، يعني حتى لو ناس البيت شافوك مثلا عملوا الموضوع ضحك ما تشتغل بهم، تديهم المعلومة الصح. المعلومة الصح أنك أنت تتحرك، تتريض في مساحة بتاعت قليلة، متر مترين، حاجة بسيطة، تعمل تمارين احنا كان قلناها عبر البرنامج في فيديو، تحرك يدينا كأنك انت ماشي وانت واقف في مكانك لمدة ربع ساعة، اللي هي دي بيكون فيها زي 2000 خطوة، تحرك رجولك كأنك انت ماشي. عملت الموضوع ده لمدة نص ساعة، التمرين ده أو لمدة ربع ساعة، انت معناها حركت جسمك كله وقويت، يعني بقى بعد كده انت نفسك قام. انت لما تقول
وانت تعبان دي فيها فايدة ليك، لانه الرئة هنا اتحركت وانت حركت جهازك التنفسي. لو عملت التمرين ده مرة واحدة في اليوم انت نقدر نقول انه قدمت وقاية من المرض. يعني المرض ده ما بس تغسل يدينك وانت هتقعد بعد كده، الفيروس ده اقوى من كده وانتشاره اعلى واقوى من كده وذكي وبتحول لعدد من الفيروسات المختلفة. ممكن يجيك بس انت خليك جاهز، قوم بالرياضة بتاعتك دي، يعني قوي نفسك. معانا هاتف، معانا مزعب محمد شريف صحفي. مرحبا بك يا استاذ مزعب. الله يخليك، مرحبا بكم، ان شاء الله طيبين. الله يخليك، ان شاء الله الف سلامه لك وكفاره. الله يسلمك يا رب، ربنا يسلمك ان شاء الله ويرفع البلد والوضع. اللهم امين يا رب. استاذ مزعب، النتيجه خلاص ظهرت، شخصت بالكورونا؟ انا والله في حاله بتاعت اشتباه بتاعت كورونا، اخذوا مني العينه اليوم. يعني بعد ظهرت كل الاعراض اللي فيها. انا حاسه بيك نفسك جاي وانت بتتكلم. ايوه، شنو الاعراض اللي ظهرت عندك؟ بس بعاني كده مرات. الف سلامه ان شاء الله. بدت الله يسلمك، هي بدات الاعراض معي من بوسح قبل 10 ايام. بعديها يعني جا وجع جراب في الحلق وجحة. بعديها في حمى كانت شديد، يعني بقت تتوالى الايام. فاخذت بدايه كده يعني دواء للجحة وعلاجات كده عادية بلدية، لكن في الوقت ده ما كنت مصدر الموضوع عبارة عن نزلة كده وحسايد عادية، فما عملت حاجة في البداية وما في حاجة راحت. أيوة. فبعد فترة أول يوم الثالث بالضبط لما حسيت إنه في زيادة الأعراض دي، تواصلت مع واحد صديق طبيب وجدته بالاعراض دي، وهو قال لي انت مقابل الدور؟ قلت له والله يا اخي انا ما مقابل الدور، لكن متنقل بحكم العمل وبحكم الشغل، يعني ما زعلت. فممكن فطلب مني وقت انا في الجروب بتاع بنادول للحمى والصداع، كان اللي كده ضروري صداع، فاخذت البنادول واخذت الهناي، لكن برضه ما كان فيه ما حس انه في تغيير ايجابي. فالحاجه الكويسه انه طوال الفتره بتاعت من اول ما حسيت انه انا عندي رش بديت استعمل الكمامه بتاعتي داخل البيت وخارج البيت. بتلبس جوانتي ولا بس كمامه؟ والله بلبس عندي جوانتات، الجوانتي هو ما 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 حاجه واقيه، لكن هو واقيه تقريبا، لانه انت كمصاب او كدول لابس جوانتي المطلوب انه يدك ما تصل لجسدك، يعني او لوجهك بالتحديد، وشك و المنطقه. ده وانت مصاب ولا انت خايف من العدوى؟ ده وانت خايف من العدوى، يعني حتى لو لبست جوانتي. يعني انت مصاب بتقصد انه ما يعني هي العدوى جوانتي ما مهم. العدوى ممكن تمسك في الجوانتي وانت تشيلها تدخلها على الصمت على الثنائي، بس الاحرص انك انت يدك ما توصل ليه. طيب في تنقلك يا استاذ مزعب، انت كنت قاعد في اماكن اصلا فيها حالات كورونا ولا ما كان فيه؟ والله هو بس شوفي، يعني في حاجه حاصله انه انت اصلا من خلال التقارير ومن خلال الحاجات ما بتعرف انه المناطق اللي فيها كورونا وين والمناطق المعنية وين، يعني صح. لكن يعني أغلب أنا بكون موجود في المناطق شرق الخرطوم وسط الخرطوم والحتات دي كلها، حتى والله عندي صديق لي عنده صيدلية فكنت بترتب عليه كثير وهو معاه في الصيدلية هناك، فلما اتصلت عليه ناس الوضعيات أخبرهم بإنه يا أخي أنا مريت بالأعراض الأولية بتاعت الفيروس. قالوا لي سالوني من انك انت لقيت زول من برا وهناك، قلت لهم والله انا ما لقيت، لكن المرض بقى في انتشار مجتمعي. ايوه صح، يعني ممكن العدوى تكون انت لقيتها من اي سته. فسالوني قلت لهم من ضمن المحلات يعني هي بمشي عندي صاحبين الصيدليه بقعد معاهم، وفي مناطق بيجوا مرضى وبيجوا ناس، ف
الحين الأعراق خلاص هي ثبتت إنه الزول ده في حالة بتاعت اشتباه. أنت هسه حاليا شعر طوالي إنه أنا أعزل نفسي من البيت من البيت للبيت. ده 200 عزلت نفسك 200 من أول بداية النزلة ولا بعد ما تأكدت شوية؟ بعد 3 يوم بالضبط. أنا لي أسبوع عازل نفسي من الناس البيت من ناس البيت يعني جوا، لكن من المجتمع بصورة عامة من أول يوم أنا عازل وكذا البيت من أول ما حسيت النزلة. طيب هسه أنت بتتكلم أنا حاسبك شوية يعني نفسك قايم شوية يعني ما مرتاح، أنت حاسب شنو بالضبط؟ والله انا 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 يمكن قبل شويه كده جاني ناس الوضعيات هنا التخير يعني جو اخذوا عينه قبل شويه اني قبل ما انت تطلع عليه بساعه وفعندي طعنات بحساسات الرئه بالاضافه لالم في السلسله الفقريه شديد جدا وهم يعني انا الاعراض الاوليه ذات كانت بتسلسل معايا الام المفاصل والضمة والصداع بأدوية وبفيتامينات بكفة إنها تخلص منها. لكن دي هم رجحوا إنها تكون أسباب لنقص الأكسجين في الجسم. كده هو بيعمل ريسيشن سوفيك في ما كل الحالات، لكن يا أستاذ مزعب بتجيها يعني كتمة النفس. أيوة. أنا حتى يعني لما أنا بديت أشخص أنا ما بقيت في اشتباه بقيت منتظر إنه النتيجة تيجي. تواصلت برضه مع واحد صاحبنا ان شاء الله هو ربنا يجيب العافيه ويقوم بالسلام وهو في فرنسا مطلع ان شاء الله. فسبحان الله تشابهنا في نفس الاعراض. فهو طلب مني حاجه واحده انا بتذكر حتى في وقتها قال كنت بشكي من الام في السلسله الفقريه مع البخ والام في العضلات بتاع الصدر يعني بتحس انك انت كانه عايز تمسك صدرك ده وتطبقه كده من الالم. يا سلام كفو. هو قال لي يا اخي ما تربط في مخيف وما تربط في مروه. هو قال لي انا في فرنسا لما بديت اتخلص من الاعراض دي كنت بستعمل التفايه. فسبحان الله بعديها انا على مدار يومين بقيت ما بربط في مخيف ولا بربط في مروه. خفت الاعراض دي شديد جدا يعني. خفت بعد كده؟ عرفت انه ايوه عرفت انه هي البروده واحد من الحاجات اللي بتزيد الاعراض يعني. حتى لو انت مصاب بتزيد لك اعراضك في البروده؟ ايوه يعني انا برقد في حتى انت مصاب انا برقد في غرفه بشغل فيها غرفه مقفله كامله من كل الاتجاهات. شغل فيها المروحه بحس بصداع وبحس بحمى وبحس بطعنات ابريه في الرئه بحس بالم في المفاصل حتى اصبح بتحس بالم المفاصل في الاصبع. بقفل المروحه كل الاعراض تبدا تهدى يمكن بس بيجي جفاف ووجع حرك وبكون اللي كله في حاله بتاعت شراب بتاعت مويه ايوه مستمره وبالاضافه للحاجات البلديه. طيب حاسه التذوق والشم عندك كويسه؟ حاليا الحياه دي كلها رجعت لكن في البدايات طبعا يعني فقدت الشم فقدت الحاسه التذوق كل الحاجات دي فقدتها. لكن يا استاذ مصعب انت عارف حتى لو تشخصت وتاكدت الليله مع انه يعني قلت كل الاعراض هي فعلا مشابهه ما هو ما في علاج اصلا غير البنادول مشكله بنادول او دريب او لو حالتك اتدهورت ده. انا 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 قبل يومين يعني كتبت مقال بالصحيفه. معلش انا ما حابه اضغط عليك حسبك تعبان لكن حابه اخذ منك معلومات لا يعني اعتذر لك معلش. حاجات يعني مهمه لازم الناس تعرفه ولازم انا كتبت المقال ولو وقت فيه انا عندي صديق يعني في فرنسا هو اسمه عبد الله مشاغب وراسل بتاع قناه فرنسيه 24 هناك فربطني به طبيب وقال لي زول ده حيساعدك يعني الطبيب ده طلب مني انه اوفر قياس بتاع حراره من الصيدليه بالاضافه لانه اجيب فيتامين بتاع سي اي فيتامين سي بالاضافه لانه حبوب بتاع بنادول بالاضافه لانه لو لقيت جهاز بتاع اكسجين اخدته في البيت. فقال لي اغلب الناس في فرنسا بيوفروا الحاجات دي وبيكونوا هم قاعدين في البيت بتعالج داخليا. يعني الحاجات دي انت بتستعملها في حاله انك ذات الاكسجين حصل اي تعبت هم لكن مستشفياتهم يعني اتمنت لانه ارقامهم عاليه جدا احنا لسه عندنا مساحه مش كده؟ ايوه انا والله يعني حاجه المريضه انا بتصل
يوميا بالطوارئ، انا لي اسبوع بعد اسبوع حتى يجوني شالوا العين وما لايمهم لانه عارف الوضع وعارف هم مضغوطين يعني الاعداد كبيره. ايوه 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 ايوه, أيوة, أيوة عارف انه الضغط كبير والالاف الناس في دايره تفحص ودايره تشوف. بتاخذ شنو علاج بلدي يا استاذ مصعب؟ انا الحاجات اللي نفعت معي لحد الان في حاجه كده جابوها لي برضه من دول هو كان مصاب اسمها القصه الهنديه دي بتجيبها تدبها او تحت تسويها تشحنها بتتلاقي وين؟ بتاخذ منها ملعقتين في اليوم والله قالوا متوفره في العطارات. في العطارات هي مره شديد يعني انت لو سقيتها ما حتقدر الا تديها مويه معك. مرارة شديدة بالإضافة للجنجبيل للقرد مغلي للليمون مغلي وأكثر حاجة سبحان الله يعني النفس لما أنا أكون متضايق وأحس بالضيق في الجناح بقوم بعمل البخور بتاع القرد بستنشق أكثر كمية بخليها تمشي الريح. نفعت يعني حسيت إنه بترتاح؟ كبير أيوه يعني أيوه يعني الجوحة الجوحة ممكن يوم كامل تكون ناشفه لكن كنت لما استنشق كميه من القرف لما اروح الوحة شويه كده بتطلع المواقف يعني تكون لينا شويه. ايوه البدايات بتكون هي عباره عن هواء كافي ما فيه حاجه. ايوه بتمنى لك ان شاء الله شفاء يا استاذ مصعب وان شاء الله نسمع عنك كله خير ويعني 10 ايام يعني حسبك تعبان شويه يعني ان شاء الله بس ربنا يعني يقومك بالسلامه ونسمع عنك كله خير يعني امنياتنا لك بعاجل الشفاء وحنتابع معك ان شاء الله. شكرا جزيلا ادانا معلومات مهمه يعني ذكر انه كان متحرك في شغله كان عنده صاحبه برضه عنده صيدليه متوقع انه هو نقل المرض من هناك. نحاول يا جماعه عشان كده يعني بنقول حتى لو عندك مرض ثاني شاعر به وما شرط الكورونا ما تستعجل تجري تمشي المستشفى او الصيدليه لانك ممكن تلقط حاجه اخطر من المرض اللي انت بتعاني منه. قدر ما نقعد في البيت افضل لانه بعد كده بيبقى الندم كبير يعني. وسمعنا صوت استاذ مصعب وهو بيتكلم تعبان يمكن نفسه قايم لكن قايم بعد كده بالوقايه يعني كان واعي جدا وحس بالاعراض وعزل نفسه سريع زي ما قال وقام بالعلاجات البلديه زي ما قال الجنزبيل والقراد وفي البخور وبيشربوا وغيره الليمون برضو ممكن حاجات دي احنا نقول كوقايه بعد الفطور تشيل شويه توم او تشيل شويه قرض او يعني الحاجات دي الناس هي ما عشان تقوم تتكلم بها تتناقلها كمعلومه بدون تنفيذ لكن التنفيذ مهم يعني كوقايه حاجه واحده بس في اليوم بعد الفطور المسافه بتكون طويله يعني من الساعه 6 وربع او 6 وتلت او نقول بعد الفطور من 6 ونص لحد الساعه 3 ونص صباحا زمن طويل في الفتره دي كلها لو شربت كوبايه جنزبيل لو قمت عملت القرض استنشقته مثلا احتياطي او ممكن نقول كوقايه نشيل التومه برضه فص التومه ممكن تقسمه على 2 أو 3 وتتناوله وتشرب بعديه مويه تشرب المويه كمان كتير جدا نعمل الوقايه لنفسنا عشان نحمي نفسنا من المرض الخطير ده ان شاء الله ربنا يكتب الشفاء للجميع. حنطلع مع بعض نتابع التقرير ده ونرجع نتواصل مره ثانيه. أن تحافظ على سجلك الصحي خال من الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا في ظل واقع يوصف بالسلحفائية في تنفيذ مطلوبات الحجر الصحي تحد يضاف لما هو ماثل من عقبات. الولاية خالية تماما من أي إصابة بكوفيد 19 صح كان عندنا كم حالات اشتباه وتم أخذ عينات والعينات والحمد لله كل النتائج طلعت نيجاتيف. بالنسبة للتجهيزات الحمد لله عندنا 2 مركز عزل وواحد حجري على مستوى مدينة الدمازين العنبر العزلي واحد جاهز ممكن يستقبل أي حالة من الليلة ده بيسع 26 سرير و6 سرير بتاعت ICU و20 سرير أوردينري بيد. المركز الصداقة الصيني العزل الثاني اللي هو شغالين عليه هسه تجهيز يومين 3 كده ان شاء الله بنفتحه. الحمد لله معظم أدوية الأعراض متوفرة لدينا بالإضافة للأدوية جاتنا من الاتحادية عندنا مخزون من أدوية الطوارئ في الولاية موجود من محاليل وريدية
ودربات بنادول وغيرها من المسكنات موجودة، وإلى الآن الحمد لله الولاية خالية من أي حالة معتمدة، ونسأل الله إنه ولايتنا تواصل بالصورة دي. هي تطمينات تحتاج للشعور بالمسؤولية من قبل المهتمين بأمر الصحة والمواطنين وعدم المجاملة في سيادة القانون لمن يعرضون حياة الناس للمخاطر الصحية. في إشكالية بتاعة طب مفروض تتحلى، والوزارة ساعية في الحاجة دي. عندنا المعمل، المعمل حاليا هو ما جاهز نسبة لبرضو بعض المعوقات الحاصلة. الكادر الموجود في العنبر بتاع العزل مدرب بكفاءة عالية، دي أهم حاجة. ضمان إنك أنت تدرب الكادر ده بيضمن لك وجود الكادر وشغله لو الوضع لا قدر الله انفجر لقدام. نحن نناشد إخواننا في المنظومة الأمنية في لجنة أمن الولاية بمتابعة ومراقبة المناطق الطرفية ومنع العربات الملاكي اللي بيجيب الناس من الولايات الثانية، وإنزال أقوى العقوبات لتلك أصحاب السيارات ليكون عبرة للآخرين. النيل الأزرق تمام، ونسأل الله أن ربنا يشيل الوباء من السودان إن شاء الله. ولكن أنا دار أقول في النهاية خليك في البيت، ما تطلع إلا للحالات الضرورية. الواقع الصحي حسب مشاهداتنا يبدو غير مطمئن ويحتاج للكثير مع الوضع في الحسبان سرعة الانتشار والعدوى للفيروس. المحافظة على سجل الولاية خال من أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا يتأتى بتطبيق الحزم الصحية والوقائية وتوفير المعينات الطبية للكادر الطبي والمزيد من الضبط على الحدود. عامر عمر عبد الله، الشروق، ولاية النيل الأزرق، الدمازين. أهلا من جديد، وبنشكر الزميل عامر على هذا التقرير، وده بيوضح استعداد الولاية، ولاية النيل الأزرق، لوباء الكورونا. والاستعداد كان كبير جدا وواضح جدا من مستشفيات لتأهيل الكادر أيضا الطبي ولوعي حتى المواطن، مع أنه في حركة واضحة في الشارع يمكن بيخلي الوضع مطمئن في ولاية النيل الأزرق، أنه ما في حالة كورونا ظهرت فيها إلى الآن. يعني من 18 ولاية ظهر في 14 ولاية، ولكن النيل الأزرق واحدة من الولايات اللي ما ظهرت فيها أي حالة للإصابة بالكورونا. يعني في استقرار عندهم للوضع الوبائي لجائحة الكورونا. حتى المسؤولين الإعلام، وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالنيل الأزرق كان على وعي كبير ودراية كبيرة. حتى في موقع وزارة الصحة الاتحادية نازل عدد من الصور بتوضح حتى وجودهم في الاجتماعات وهم لابسين الكمامات واجتماعاتهم الكبيرة للاحتياطات والاستعدادات المهمة في حالة الإصابة لا قدر الله في الفترة القادمة بإصابة كورونا. معنا عبر الهاتف الزميل مراسل قناة الشروق في ولاية النيل الأزرق عامر علي عبد الله. مرحبا بك يا عامر. مرحبا بك ورمضان كريم، تحية الصحة والعافية. مرحبا بك كثير، الله أكرم. تابعنا التقرير، يعني كل الحديث فيه طيب، بس ولحظة أنت بتختم في التقرير يا عامر، كان في حركة في الشارع، هل الحركة طبيعية في الدمازين أو النيل الأزرق عموما؟ الحركة طبيعية، عرفنا حظر التجوان يعني من 6 ل 6، يعني من 6 صباحا ل 6 مساء، الناس منضبطة ومتقيدة به تماما. لكن الشيء الصراحة المقلق جدا والمخوف جدا انه في يعني ما اطلق عليه الناس تساهل من الحكومة، اللي هو في العملية بتاعت صدع النفوس. يعني انت الان من الحظر من الدمازين ممكن تصل الخرطوم، تمشي سنار، تمشي مدني، تمشي كسلة، تمشي المحل اللي عايز تمشي له، يعني بطرق هي منتوية. صحيح. لكن برضه دار الدور طبعا رقابي من الحكومه. الحكومه يعني الشيء المضحك يعني بتشدد الرقابه على التقاطعات داخل المدينه،
والتقاطعات المفروض اصلا يعني تكون فيها رقابه وتشديد هي قاعده في السهله في المدعى يعني يعني انا قلت لك ممكن الزول يسافر اي مكان والدمازين حتى الان سجلها نظيف يعني الاطراف قصدك الاطراف والحدود؟ موش الاطراف الاطراف الحدود الحدود مع سوريا مع المنطقه الغربيه دي تماما يعني ما فيها حاجه انا قصدي الطريق الغومي الطريق الغومي في ناس بتمشي بالطرق الملتويه ايوه يعني بتنزل من الظلط بتمشي بالحلال بتمشي بالغرفه بتمشي باماكن ثانيه يعني السفر ماشي تصل مكان ماشي عادي يعني بضعف نفوس يعني ب 5000 تصل في النهر تصل مدني تصل اي مكان ما في اي ضبط يا عامر ما في اي ضبط للحركه ما في اي ضبط الحكومه ضبطت كل وجه نص الشوارع المحل ما فيه ضبط هم متواجدين يعني مطلوب مزيد من تكثيف الدوريات هم عارفين يعني عارفين ما ممكن تكون في كم عربيه مرجع من حكومه ولايه وما عارفه العربات دي قاعده تمشي بوين يعني غضوا الطرف عنا الحاصل شنو ما معروف الرساله السخنه المفروض تصل حكومه الولايه بالمناسبه نعم لانها كترت طيب لكن داخل المستشفيات الكوادر الطبيه الاطباء عموما في استعداد كبير وواضح جدا شفناه من خلال التقرير السابق دي وحاليا في صور معروضه للشاشه في ترتيب طيب جدا جدا يعني انا اتوقع الليله او بكره يكون اكتمل تماما مركز العزل بتاع مستشفى الصداقه او المستشفى الصيني ده كبير جدا ومهيئ هم اختاروه لمواصفاته الفنيه الممتازه في العنبر الثاني بتاع العزل الاصفر هو يعني جاهز بعض النواقص لحظة هذا التقرير هو له يومين يعني غد تكون انتهت كملوها الزول دكتور عوضه بتاع الإمداد الطبي يعني أقر بتوفير كل المعينات كل الأشياء اللي مطلوبة لا سمح الله جاتنا حالة الوضع حيكون صعب جدا هذا الهدوء اللي كان عم بيه النيل الأزرق حيتحول لجحيم لأن زي ما قلت لك الخطر الأساسي هو إغفال الحكومة من متابعة ضعاف النفوس الناس اللي بيشيلوا الناس يودوهم الولايات الثانية بطريق غير الطريق بتاع الزلط الواحد ده. ايوه. بكل الإسكانية وفي الناس فيها. النيل الأزرق ما عندنا، يعني ده الخوف من إنه تجي حالات بواسطة أيوة. الناس تنقل للمواطنين المستقرين وبينعموا بالهدوء والاستقرار الوباء. هل المواطنين عندهم وعي يا عامر بالخطأ بالمرض وبخطره وخطورته يعني مستوعبين فكرة الكورونا؟ والله المواطن يعني واعي جدا وحتى يعني الوسائط وزارة الصحة والحياه التثقيفية حتى تبدا تشوفها يعني غسل يدينا 45 ثانية بالموية والصابون والكمامة يعني في درجة بتاعت وعي بنفس درجة الوعي دي في يعني عناد يعني انت عرفت تصدق بعد الشيء اللي حصل في العالم ده كله يجي واحد يقول لك يا اخي والله يا اخي دي حاجه سياسيه يا زول ما شفنا زول مات زي ذلك يا اخي انت ربنا حفظك في السودان ما حصلت الدرجه بتاعت الموت فيها بالالاف في ال 24 ساعه صحيح يعني لسه وديل قليلين جدا ما بياثروا لكن في وعي في وعي وفي التزام بالاجراءات الوقائيه والصحيه يعني رغم الحنات هنا وهناك لكن يعني المحافظه على الـ على الـ على الـ على الـ على الحاجة الـ الـ الاجراءات الوقائيه هي مطلوبه الناس يعني مطبقاها حتى بدا السلوك حتى الشباب يعني اللي بيمشوا كده الواحد اذا لمتهم قاعده تكونوا يعني الوعي بدا ثقافه ايوه يعني احنا دارين نوصل للسلوك والاخلاق حتى هو في مرحله بتاع الثقافه بيبقى شايع كده الناس يعني جميل ده كلام مبشر وان شاء الله الناس تواصل تدعمكم اكثر في رسائلكم اللي بتوجهوها يا عامر وانت وكل الاعلاميين وكل الكوادر الطبيه ويعني بتقوموا بدور كبير ومهم جدا في توعيه يعني حاليا وصلت الرساله في انه الناس او الجهات المسؤوله بتركز اكثر على الوسط في حين انه في شوارع داخليه ممكن يتم بها نقل الركاب من مكان لاخر وده ممكن يدخل الكورونا لولايه النيل الازرق الخاليه الى الان من اي حاله كورونا وان شاء الله تواصل كده بجهودك يا عامر بجهود كل الاعلاميين والمسؤولين وكل المثقفين والواعين والمدركين تماما والمنفتحين ايضا على العالم الخارجي ومستوعبين خطوره المرض.
هرجع للمشاهدين الكرام وبرنامج خليك في البيت بعد فاصل قصير، انتظرونا. مشاهدينا الكرام في كل مكان وخليك في البيت، رجعنا لكم مره ثانيه في النصف الثاني لحلقتنا اليوم. حنتقل للزميل محمد فتح الرحمن في معيته دكتور خالد عثمان مدير الاداره العامه للطب الوقائي بولايه الخرطوم، وفي انتظار ان شاء الله المعلومات المهمه فيما يتعلق بجائحه الكورونا. يمكن من خلال يعني ظهور زميل محمد فتح الرحمن في وزارة الصحة الولائية بنقول لنا من المصادر الأولية نفسها كل المعلومات المهمة الممكن تهم المواطن بشاهدنا والبتابعنا الحاب يحمي نفسه ويحمي أسرته ووالدته ووالده حتى أبنائه من هذا المرض، لأنه ما كل الأشخاص عندهم المناعة الكافية إنهم يقدروا يهزموا هذا المرض. في أحيان كثيرة هذا الفيروس الصغير هو ممكن يسيطر عليك سيطرة كاملة ويعني يقدر يعني يغير كل جهازك. انت كيف تقدر تحمي نفسك؟ ده من خلال زي ما سمعنا مكالمة أستاذ مصعب محمد الشريف صحفي ومصاب أو حالة اشتباه قوية جدا، النتيجة إن شاء الله هتطلع اليوم أو بكرة إن شاء الله تطلع سلبية وما يكون عنده المرض، ولكن من خلال حديثه حتى الرشح اللي بدأ يظهر عنده القحة الجافة والحمى وغيره من الأعراض الصعبة، وهو بيحاول يساعد نفسه من خلال العلاجات البلدية إذا كان الجنزبيل القرط الليمون وغيره. هنتقل لزميل محمد فتح الرحمن. مرحبا بك يا محمد. مرحبا بك يا رشا، ومرحبا بالسادة المشاهدين الكرام في كل مكان. من جديد نحييكم من داخل وزارة الصحة بولاية الخرطوم للحديث والتحدث عن مرض كورونا، حمان الله وإياكم من هذا الوباء، ونسأل الله عاجل الشفاء للمرضى في بلادي والعالم أجمع. من داخل وزارة الصحة أرحب بالدكتور خالد عثمان مدير الإدارة العامة للطب الوقائي. ودكتور خالد مرحبا بك، ونتكلم مباشرة عن التعقيم اللي بيتم في الأحياء، كيف الآلية بتاعت التعقيم، وهل التعقيم ده بيتم على حسب الحالة اللي ظهرت في الحي والله بيكون التعقيم متواصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نرحب بقناة الشروق في وزارة الصحة ولاية الخرطوم، ونرحب بكل القنوات ونشكرها على تفاعلهم وتجاوبهم معنا في هذه الجائحة. بالنسبة للوباء والجائحة اللي بتجتاح العالم كله، وللأسف برضو نحن يعني وصلتنا هذه الجائحة وبدت تنتشر بصورة متزايدة، ونحن في ولاية الخرطوم يعني بنبذل مجهودات إن شاء الله تكون مقدرة وتكون بقدر الوباء بما نستطيع يعني، ولن ندخر أي جهد في محاربة هذا الوباء لآخر لحظة. من الأنشطة الكبيرة التي تقوم بها وزارة الصحة ولاية الخرطوم ممثلة في الإدارة العامة للطب الوقائي مسألة التطهير والتعقيم بطريقة مباشرة. نحن عندنا تعقيم وتطهير يعني غير مباشرة، الناس بتقوم بها براها في استخدام المطهرات الشخصية وفي المكاتب، لكن المقصود هنا عمليات التطهير اللي بتتم على مستوى كبير، على مستوى المنازل، على مستوى الأسواق، على مستوى المؤسسات اللي فيها اختطار عالي. عندنا الحالات الموجبة مباشرة من ناحية بروتوكول، إنه لو ظهرت هي حالة إيجابية فبنزور منزل الحالة وبنعمل تطهير للمنزل وعدة منازل حوله. يعني نعم، في احتمال يكون البيوت دي زيارات، أو الشخص ده يعني تعامل مع بقالات أفرام حاجة قريبة من المنزل، فبنرش بيوت يعني إلى 100 منزل حول المنزل الحالة المؤكدة،
الجوامع المساجد الممكن يرتادها الشخص ده، الأفرام زي ما قلنا، البقالات، حتى ممكن الشارع الرئيسي القريب. ودي برضو مشينا فيها مرحلة إضافية، إنه مع لجان المقاومة في الحي لو عندهم المقدرة بنساعدهم بالمواد، ممكن هم يرشوا أكثر مساحة ممكنة، لكن ده الحاجة القياسية المفروض تتعامل لكل حالة إنه بنرش حولها. بعد ذاك في التطهير على المستوى الكبير، على المكان، الأماكن اللي فيها خطورة عالية، الأسواق، المجمعات التجارية، دي بوجود احتمال إنه الناس يعني لامست السطوح، لامست المواصلات، الوسائل، فدي بنعمل لها تطهير على مستوى كبير، ومشتركين معنا جهات كثيرة، من الدفاع المدني مشكور بآلياته وعرباته، والآن في شراكة برضو كبيرة جدا مع منظومة الصناعات الدفاعية بتوفر لنا برضو مواد على، وعاملة شراكات مع المحليات. فالعملية دي بتتم بواسطة إدارات صحة البيئة بالمحليات كلها، وعندها آلياتها وماكيناتها، والعمل فيها جاري بصورة جيدة. كلام جميل. يمكن يا دكتور ده كان حديث متوقف حول التعقيم اللي بيتم. نحن نتمنى إنه التعقيم لما يتم في الأحياء، كل الأحياء دي تعقم، على سن المرض إذا في نواة لانتشار المرض في الحي الفلاني هي تندثر قبل ما تنتشر. نتمنى لكم التوفيق. وسؤال تاني بيتكلم عن التقرير اليومي. احنا كل يوم بنشوف تقرير بيصدر من وزارة الصحة الاتحادية حول تسجيل إصابات معينة. اليوم سجلت إصابتين، سجلت 100، سجلت 3. انتوا كإدارة عامة للطب الوقائي ممكن تورونا كيف بيتم التسجيل للإحصائيات دي؟ وهل مثلا الإدارة بتصل للناس اللي مخالطين للمرض او المصابين بالمرض في بيوتهم حيتم التسجيل ولا في مراكز العزل؟ نعم، دي إحدى الإدارات التابعة للإدارة العامة للطب الوقائي، هي إدارة الوبائيات، مسؤولة مع التعامل مع حالات الاشتباه. نحن بنتلقى بلاغات الاشتباه من المؤسسات الصحية، مستشفيات أو مراكز صحية أو حتى شفخانات، بالإضافة إلى البلاغات من المجتمع، من الأشخاص هم مباشرة. عندنا رقم ولائي اللي هو 221 بيستقبل كل الحالات المشتبهة، وفي رقم حتى اتحادي، يعني ممكن من أي مكان تتصل على 9090، ده رقم اتحادي لكن بيظهر لنا هنا وبدون البلاغات الخاصة بولاية الخرطوم. بعد استقبال البلاغات بنتعامل مع الحالات المشتبهة بزيارتها وتقييمها، وهل هي محتاجة إنها فعلا تتأخذ لها عينة للفحص. فبعد التقييم بواسطة يعني عندنا مؤشرات لتقييم الحالة دي إنها فعلا مشتبهة، ما أي زول يعني ظهرت على الأعراض هو مشتبه، لا، الاشتباه ذاته عنده مراحل تانية للفلترة وللترشيح لغاية ما نتأكد إنها فعلا حالة محتاجة لأخذ العينة. وبيتم أخذ العينات بواسطة فرق منتشرة على الولاية، بعد تجميع العينات تتسلم للمركز المرجعي اللي هو معمل استاك، مركز قومي واحد هو المعتمد للاتحادية، لأنه هو مركز واحد على مستوى السودان. فكل العينات بتتسلم للمركز ده ويتم فحصها، ثم أيوة يعني تنشر النتائج زي ما شايفين في المؤتمرات الصحفية والنشرات الصحفية من الاتحادية، يعني النتائج، لأنه المعمل القومي بتظهر بصورة قومية كانت مباشرة، كان في السابق بواسطة مؤتمر صحفي من الوزير، الآن في مواقع الصحة الرسمية في الواتساب أو في الفيسبوك وفي موقع الوزارة الرسمي تنشر فيه الحالات، ثم تسلم كل ولاية الحالات الخاصة بها، زي ما شفنا هسه في ولايات كثيرة ظهرت فيها حالات، ومن ضمنها ولايتنا الخرطوم. بدون حالاتنا الموجبة ونحن بنقوم بنوزع بالمحليات، يعني تاني بنرجع للمحليات، وبيكون كل محلية عارفة في منه حالته موجبة، ومباشرة يتم التدخل ويتم حرص المخالطين، يعني كل حالة موجبة عند المخالطين ذاتهم عندهم يعني تفصيل مخالطة من الدرجة الأولى، من الدرجة الثانية، يعني الدرجة الأولى دي المخالطة القريبة جدا، ناس البيت، أولاده،
في المرحلة الثانية الناس اللي بيكون يتعامل معهم مشى مستشفى مشى بقالة مشى مكان. الحالة الأخيرة ممكن المساجد اللي دخل فيها وكذا فبيتم حصرها والتعامل معها. نحن حنتكلم معك دكتور لاحقا إن شاء الله في حلقات قادمات حول موضوع الانتقال الفيروس بالنسبة للولايات وإن تشخصت الولايات المعينة. الحاجة الثانية ذاته الاشتباه, نحن عايزين نتكلم في موضوع إنه الاشتباه ده هو شنو, إنه يقول لك يا إما حالة مؤكدة أو غير مؤكدة. برضو حتكلم معك إن شاء الله بكرة. لكن سؤال أخير, عايزين نتكلم عن مراكز العزل الموجودة الآن في الخرطوم على مستوى ولاية الخرطوم. ممكن تكلمنا عن مراكز العزل دي, هي وين وكم مركز, وهل هذه المراكز بتستوعب المصابين بهذا المرض حمان الله؟ مراكز العزل ده جزء من التصدي للوباء والاستجابة له, إنك بتكون عندك حالات مشتبهة وحالات مؤكدة فبتعزلها من المجتمع عشان ما تقلل المخالطة وما تزيد الانتشار. كان معروف للناس كلها المركز الأول اللي اتعمل مركز الخرطوم, وده كان اتحادي. بعد زيادة الحالات قليلا تم فتح مركز آخر اللي هو مركز مستشفى جبرة, وده ولائي لولاية الخرطوم. الآن المركزين شغالين مع بعض, يعني مركز الخرطوم كان توقف للصيانة لفترة لكن دخل الخدمة. فدير المركزين اللي بيتم تجميع الحالات وخاصة الحالات الموجبة فيها, مع زيادة الحالات لأنه الآن في زيادة واضحة في انتشار الحالات, الناس بتجهز في مراكز عزل جديدة, وفي القريب جدا هيتم فتحها. يعني مقترحة أسماء كثيرة ووصلت مراحل جيدة على مستوى المحليات, يعني في أم درمان, في بحري, في شرق النيل, لكن ما دخلت الخدمة, محتاجة بس بعض الاحتياجات الأساسية القليلة يعني. فإن شاء الله تستوعب كل الحالات المشتبهة والحالات الموجبة ونقدر نسيطر على الوباء إن شاء الله في فترة قريبة إن شاء الله. إن شاء الله كمان دكتور ما نحتاج لمراكز أخرى عشان ما نستوعب حالات. نتمنى إن شاء الله في هذه المراكز الموجودة فقط ينتهي هذا الوباء ويعم الخير والأمان للعالم أجمع للسودان الحبيب, وقريبا إن شاء الله نعود إلى حياتنا الطبيعية, إلى لمتنا ومحبتنا وتسامحنا مع بعض, ما نحتاج لأي مركز عدد تاني. شكرا لك دكتور خالد عثمان مدير الإدارة العامة للطب الوقائي والخطم. شكرا. شكرا يعني أمنية العودة للحياة الطبيعية دي بتخلينا نرسل رسالة للمجتمع إنه الوضع الحالي وضع استثنائي ووضع مؤقت, ما عايزين انه يستمر, لكن بيعتمد على مجهودات المشتركة بين الصحة والسلطة والمجتمع. لو ما المجتمع التزم بالإرشادات الصحية وأهمها الحظر والتباعد الاجتماعي, نحن كده بفرصة العودة للحياة الطبيعية بتتأخر. زي ما شفنا الآن العالم كله بدأ يعود لأنه التزم بالاشتراطات الصحية وبدأت الحالات تتناقص فيها, الناس تدريجيا بتفك الحظر وتعود طبيعية للحياة الطبيعية, ونحن دارين العيد جنبنا والعيد قدامنا والناس تعود فيه بالحميمية والفرح, يكون الفرح كامل. لكن محتاج شغل كبير من المجتمع أولا, الصحة مجتهدة والسلطات يعني قدر ما تستطيع, لكن عايزين المجتمع برضو يقيف وقفة مع الصحة والتزم بكل الإرشادات وإن شاء الله نصل شكرا جزيلا لك. إن شاء الله يا رب نسمع كلنا الكلام ونعود تعود الحياة لطبيعتها بألف محبة وسلام. شكرا جزيلا سادة الكرام, عود من جديد للزملاء في الاستوديو, إليك رشا. شكرا محمد, شكرا لضيفك دكتور خالد عثمان, قدم لنا إفادات مهمة جدا ونصائح أيضا مهمة جدا, ويمكن طمنا على الوضع الصحي للوبائيات في فكرة التعقيم على مستوى المنازل, على مستوى الأسواق, وأيضا على مستوى المؤسسات. وحتى لو في مصاب في منزل كما ذكر الدكتور خالد إنه بيكون في تعقيم طوال يعني مباشرة لمنزل المصاب وللبيوت المحيطة أيضا به. حنمشي نشوف مع بعض التقرير القادم, وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي نشوفها في إفادة. احنا في السودان بدينا بحالة بحالتين, الليلة وصلنا ل 778 حالة, والحالات دي يا جماعة احنا لازم نعرف انها هي في النهاية ما بتودينا الحاجة الحقيقية, لانه لسه احنا ما فحصنا كمية من الناس, وكل ما نزيد الفحص الحاجات حتزيد.
زي ما قلنا خطورته ما في علاج، ممكن يكون على الأسطح لمدة أيام. عشان كده العلاج المهم والأوحد إنه نحن يا جماعة نبقى داخل المنزل، وإنه نحن حتى لو اضطرينا نطلع نلتزم التباعد الاجتماعي. في الفترة اللي فاتت كان في لعب كورة، يعني أنا الفترة قبل 10 يوم أو أسبوع كنت مرة في الحاج يوسف، لقيت في شباب بيلعبوا في كورة. الدورات الرمضانية حسي شغالة، الشباب بيلعبوا الكشتينة جنب الباب، بتلموا الفطور في رمضان. يعني اليوم نحن جنب البيت في ساحة، الناس بتفطر مع بعض هنا، الناس بتستعمل نفس الأدوات، الكباية، الملاعق وغيرها. عارفين إن إحنا كنا بنمر بظروف بتحت الصفوف، بنمشي نلقى الناس مصطفى في صفوف الخبز والوقود، التسوق يعني حتى في السوبر ماركت بنلقى إنه في كميات كبيرة جدا من الناس داخل السوبر ماركت. وللأسف الشديد لاحظنا إنه كمان بيكون في أطفال معهم. المرض ده يا جماعة صعب جدا، وخطورته إنه لو أصاب الناس كبار السن نسبة النجاة نسبة بسيطة جدا. فنحن عايزين نسأل روحنا، هل نحن عايزين نواصل في لعب الدورات الرمضانية ولعب الكشتينة ونحن نقضي زمن كويس وفي نهاية نفقد ناس غالين علينا، ولا نضحي الفترة دي ونلتزم بالقعاد في البيت لكن السنة الجاية نكون تامين ولامين؟ نحن كل مرة في العيد بنقول إن شاء الله كل سنة وانتم طيبين تامين ولامين. عايزين يا جماعة نكون تامين ولامين. تامين ولامين دي إنه نحن التجمعات نبطلها ونلتزم بموجهات وزارة الصحة اللي هي القعاد في البيت. لو اضطرينا نطلع للضرورة القصوى جدا، ولما نطلع لازم نكون لابسين الكمامة. لو ما عندنا كمامة لأنه ممكن تكون غير متوفرة، الطرحة، العمة، الشال، أي حاجة ممكن نحن نغطي بها الأنف نحن ممكن نستخدمها. أهم حاجة نعزل نفسنا من الناس الكبار لو طلعنا للخارج. ونحن عارفين يا جماعة إنه أي شخص يصاب بهذا المرض حيتم عزله، والعزل دي حاجة صعبة جدا على أهل المريض وعلى المريض نفسه. نحن كشعب سوداني احنا ناس حنينين وبنحب التواصل. شفنا زمان لما يكون عندنا شخص في المستشفى لازم نكون قاعدين معاه وننتظر برا. فعشان كده العزل ده ذاته هو تجربة حتكون قاسية جدا سواء للمريض ولينا كلنا. عشان كده أنا بكرر تاني إنه أحسن علاج لهذا الوباء وهذه الجائحة إنه نحن نظل في البيت عشان نحافظ على أحبابنا. طيب أنا رسالتي للشباب، لأصدقائي ورفقائي الشباب والشابات، يعني المرة فهد لما لقيت الشباب في الحاج يوسف قالوا لي نحن طيب زهقنا من قعاد البيت، عشان كده احنا طلعنا لعبنا. أقدر أفهم إنه شخص متعود على الحركة حتكون صعب عليه جدا نقول له أقعد في البيت، لكن يا جماعة نحن نعتبر دي فرصة نكتشف ذاتنا في كمية من النشاطات اللي احنا ممكن نعملها عشان نقضي بها أوقات الفراغ. الكورونا علاج التوعية، نحن حنهزم الكورونا، حنلتقي مجددا في الساحات والميادين والملاعب والأندية وفي كل مكان حنلتقي، حنحتفل بأنه إحنا هزمنا الكورونا وإنه نحن بوعينا ووحدتنا قدرنا ننتصر عليها، وحنقدر نكتب التاريخ ونقول لأحفادنا إنه إحنا صنعنا ثورة عظيمة وجاءت فترة انتقالية كانت مليئة بالتحديات مليئة بالمشاكل، لكن إحنا هزمنا كل هذه التحديات وحتى الأوبئة والجوائح، وإنه إحنا انتصرنا وبنينا السودان الذي أهلا من جديد. يعني الحديث واضح يمكن، والنصائح والإرشادات واضحة جدا، والنقاط اللي ركزت عليها كمان يعني وزيرة الشباب والرياضة، وهي بتقول لكم، هي وزيرة الشباب والرياضة بتقول لكم تريضوا في البيت، وقفوا الرياضة، وقفوا اللعب في الأحياء، نتعب شوية، نضغط نفسنا شوية عشان نتخيل اليوم اللي بيجي فيه الإعلان إنه والله الليل عندنا زيرو حالة كورونا، ونتخيل المشهد الاحتفال إنه إحنا ممكن نحتفل بالوقت داك ونطلع الشوارع ويكون يعني احتفال كبير جدا. لكن ما بيجي اليوم ده إلا نحاول إحنا نوقف شوية من عاداتنا ومن حاجاتنا اللي بنقوم وبنعمل فيها. إنك أنت زهجان، عندك كتير من أشياء ممكن تقوم بها في البيت غير إنك أنت تطلع وتحتك ببقية الناس. وضحت إنه كبار السن هم خطورة إصابتهم أكبر، عشان أنت يعني مفروض تكون خايف على والدتك، صح؟ خايف على والدك في البيت، ابقى أحمي نفسك. اضطريت مركتها، تعال غير هدومك، غسل يدينك كويس، يعني أعمل كل سبل الوقاية، الواقي بتاعك يكون معك في أي مكان، نقلل من الحركة عشان يجي اليوم اللي بنحتفل فيه كلنا بأنه يكون فيه زيرو حالة. يمكن من بالأمس نحن منتظرين تقرير وزارة الصحة الاتحادية، وأحيان كثيرة لما يتأخر التقرير ده بتطلع كثير من الشائعات وبتطلع كثير من الأرقام بتكون هي ما صحيحة، وبتضطر الوزارة إنها هي تنفي، وبعد كده يظهر لنا التقرير الحقيقي. نحن في الانتظار من الأمس ولسه ما ظهر التقرير، حتوقع إنه بعد الحلقة وإن شاء الله نجي نعلق عليه.
شاء الله ننزل في الأرقام، بدل ما كان 100 حالة يوم الاثنين إن شاء الله نكون أقل لحد ما نصل لزيرو كورونا. خليك في البيت، ده بختم بيه والحلقة لليوم، لحد ما ألاقيكم بتمنى لكم دوام الصحة ودوام العافية، وإن شاء الله دايما تامين وسالمين. في أمان الله.